كيف يتم التخلص من الشحنات الكهربائية الساكنة من الملابس. يعني ممكن وانت بترتدي الملابس تحس ان في فرقعة كده او في شرز بينتج، او بنسميها اللدغة الكهربائية. يبقى اذا علشان تتجنب هذه الشحنات الكهربائية الساكنة اللي ممكن تؤدي الى ضرر ولو بسيط أثناء ارتداء الملابس، وممكن يؤدي هذا الشرز إلى تلف الملابس أو إصابات بسيطة بالجسد. طيب علشان نتخلص من هذه الشحنات، يبقى إذن لازم نتبع عدد من الخطوات علشان نتجنب هذا نهائيا. لو أول مرة تسمع المعلومة ديت شرفني. لايك. بعد الاستحمام أو الاغتسال بشكل عام، هو ترطيب الجسم بشكل كافي او بشكل كامل. ليه؟ لان دايما مع فصل الشتاء بتزيد الكهرباء الساكنه، ويمكن ان الرطوبه او ان الماء بشكل عام بيساعد او كموصل جيد للشحنات الكهربائيه. يبقى اذا ترطيب الجسم ده شيء مهم جدا، ودي اول حاجه لابد ان احنا نركز فيها. تاني حاجه بالنسبه لي، ان ممكن مع الملابس الخاصة بي يكون عندي دبوس معدني او قطعة معدنية بيتم تعليقها في الملابس دي علشان تجذب الشحنات الكهربائية من هذه الملابس. ولو كان دوت مش مناسب لحضرتك، يبقى اذا ممكن تستخدم جسم معدني وتمرره على الملابس الخاصة بحضرتك علشان تجذب هذه الشحنات الكهربائية. ويمكن كمان شايفين الناس بتاعت الدراي كلين بيجيب لك الملابس بتاعتك في يعني شماعة او في علية معدن. يبقى اذا دايما وانت بتحتفظ بالملابس بتاعتك داخل الدولاب الخاص بيك، احتفظ بيها معلقة على العلاقات المعدنية لجذب هذه الشحنات الكهربائية. انتظروني ان شاء الله يكون في موضوع جديد، ونتكلم في موضوع لأول مرة ممكن تكون بتسمع عنه. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.